pour les jolies filles. Comme la vidéo. نحن هون بجبهة خالدية مرابطين على من دوار لرمون إلى دوار شيحان إلى دوار طارق بن زياد إلى جيش العوارض. هي كلها جبهة وحدة تعد بفرقة 16 واشتباكات باعتبار أنه هي بوابة الريف الشمالي اشتباكات 24 ساعة متواصلة. أهمية المنطقة أنه هي المنطقة اللي بوش هي الأول منطقة بوش العدو بوش الشبيحة وبوش العدو انه بريف الشمالي تعد انه سكنة المهلب قريبة هون معامل الدفاع الجوية فرع مخابرات جوية كذا افرع مرابطين عليها امن الجيش الشعبي هذول كلهم نقاط عسكرية تعد من اهم النقاط في حلب. هي الله اكبر الله أكبر الله أكبر.